بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا شباب نكمل بقية اللابات الخاصة بالسي سي ان اي سكيورتي لاب. الحمد لله قطعنا شوط كبير في اللابات لغاية دلوقتي. عرفنا ازاي نأمن طريقة الدخول على الأجهزة بتاعة سيسكو، سواء عن طريق باسورد بس أو عن طريق يوزر نيم وباسورد، وازاي نأمن طريقة الدخول دي ما نخليش الواحد يقعد يجرب أكتر من مرة. بعد كده خدنا ازاي نعمل ريموت أكسس على الجهاز سواء بالتلنت أو السكيور شيل، وعرفنا الفرق ما بينهم. بعد كده خدنا رول بيزد اكسس كنترول، ازاي نتحكم في الاشخاص اللي هيخشوا يعملوا كونفيجريشن عندنا. مش اي حد يخش يكتب اي امر هو عايزه، لا، كل واحد ليه صلاحيات معينه او امر معينه هو يطبقها عن طريق البريفليج او الفيو. بعد كده خدنا ازاي نعمل الكلام ده بقى بس بطريقه جي يو اي، بدل ما نعمل الكلام ده سي ال اي اوامر كتير، لا، بطريقه جي يو اي بسيطه مبسطه. تمام كده تقدر تعمل الكونفيجريشن بتاعتك بشكل بسيط. طيب بعد كده التريبل ايه، خدنا خدمه التريبل ايه اوثنتيكيشن اوثرايزيشن اكاونتنج، عرفنا ازاي نعمل اوثنتيكيشن مع اي حد او مش اي حد يخش عندنا على الراوتر او على السويتش بتاعنا عن طريق اللي انا اطلبه من يوزر نيم وباسورد، واعمل له اوثرايزيشن كمان، مش يطبق ما يطبقش اي امر غير ما يرجع للاس اس سيرفر بتاعنا. واكاونتنج بسجل عليه كل حاجه هو بيعملها على الراوتر من ساعه من اول ما يبتدي لغايه ما ينتهي. بعد كده دخلنا في جزء الفاير وول، خدنا اول حاجه الزوم بيست فاير وول، ازاي احول الراوتر بتاعي لفاير وول عشان يامن الترافيك بتاعي، مش اي حد غريب يخش جوه النتورك بتاعتنا. ده كان الزوم بيست فاير وول. بعد كده قلنا طب ما نفصل الفاير وول عن الراوتر، نسيب الراوتر يقوم بالشغل بتاعه كشغل راوتنج، ونجيب فاير وول جهاز بخصوص كده عن طريق الاس اي فاير وول ابلاينس مخصوص، بنطبق عليه الكونفيجريشن بتاعه الفاير وول عشان يحميك من اي اتاك خارجي. تمام. بعد كده السايت تو سايت في بي ان، ده دورنا النهارده بقى نتكلم عن حاجه اسمها الفي بي ان. تعال نشوف ايه موضوع الفي بي ان ده. بسم الله الرحمن الرحيم. الفي بي ان ببساطه يا شباب، تمام كده، اختصار كلمه فيرتشوال برايفت نتورك، معناها تمام كده اللي انا عندي تو سايت، ادي سايت مثلا وليكن في المنصوره وسايت تاني مثلا موجود في القاهره، عايز اوصل التو سايت دول ببعض بس من خلال شبكه مين؟ الانترنت. تمام كده، فهنا السايت تو سايت في بي ان، تمام كده، او الفي بي ان عموما بستخدمها عشان اعمل كونكت للريموت سايت، بوصل ريموت سايت ببعض. بس مش عايز بقى سوليوشن عاديه زي ليز لاين او فريم لي وهكذا، لا، انا عايز سوليوشن جديد كده اللي انا عن طريق بس الفرعين بتوعه واصلها على شبكه الانترنت اقدر اوصل ما بينهم خدمه في بي ان، او اقدر اوصل ما بين التو سايت دول. فانا بيقول لك الفيرتشوال برايفت نتورك بستخدمه عشان اوصل كونكت ريموت سايتس اوفر ذا انترنت. تمام، بيلد برايفت نتورك اوفر بابليك نتورك، يعني عايز اعمل شبكه برايفت بس على شبكه في الاصل ايه؟ بابليك، يعني شبكه الانترنت دي مش بتاعتك لوحدك، ده بتاعت الناس كلها، كله بيخش على شبكه الانترنت دي. فبالتالي كده لو وصلت ما بين الفرعين بتوعي من خلال شبكه الانترنت، الترافيك بتاعي هيبقى معروض للناس كلها، اي حد يقدر يشوفه. لا، انا هعمله اكنها شبكه برايفت كده، هعمل انا حاجه اخلي النتورك دي الترافيك بتاعي ماشي اكنه شبكه برايفت بالظبط. ازاي؟ هنشوف كمان شويه ازاي الكلام ده بيتم. فكرة الفي بي ان ببساطة بوصل ريموت سايت عن طريق الانترنت بس بطريقة سيكيور شوية. طيب ليه بنستخدم الفي بي ان اصلا؟ قال لك اول حاجة الكوست بتاعتها قليلة، بدل ما كنت هدفع تكلفة كبيرة قوي في ليز لاين او فريم لي، لا، دي تكلفتها بسيطة زي تكلفة الانترنت العادية، بدفع خط 1 ميجا او 2 ميجا 200 جنيه او 300 جنيه وخلاص. تمام، الافيلابيليتي متاحة في جميع الاماكن، اي مكان في انترنت يبقى اقدر اوصل بيه اعمل معاه كونكشن في بي ان، بعكس الليز لاين، مش اي مكان تقدر توصل بيه ليز لاين، ومش اي مكان تقدر توصل له فريم لي. تمام، السكيورتي بيقدم لك سكيورتي عاليه جدا عن طريق ثلاث حاجات، كونفيدنشياليتي، خصوصيه في نقل البيانات، مش اي حد يطلع على البيانات بتاعتك عن طريق اللي هو بيشفر لك الداتا بتاعتك وانت بتبعت البيانات بتتبعت متشفره. انتجريتي، بيضمن لك التكامليه في نقل البيانات، يعني انت جهاز بي سي 2 قبل ما يستقبل الداتا دي من بي سي 1 بيتاكد 100% ان الداتا دي هي فعلا اللي وصلت من بي سي، هي فعلا اللي خرجت من جهاز بي سي 1. يعني مثلا محمد بيكلم احمد، احمد ده متاكد 100% ان البيانات اللي وصلت له ده هي اللي جايه من محمد. تمام، ده عن طريق حاجه اسمها الهاشنج، انتجريتي اوثنتيكيشن، متاكد 100% مفيش حد هيطلع على الداتا دي غير الراجل اللي ليه صلاحيه يشوف البيانات دي، عن طريق طبعا باسورد، يعني الداتا بتاعتي وهي طالعه مش هسلمها لاي حد على الانترنت، لا، هسلمها لشخص معين، الشخص ده لازم يكون عارف الباسورد بتاعتي ايه او الباسورد بتاعت استلام البيانات دي. فهنا في ثلاث حاجات في السكيورتي بتقدمها لك الفي بي ان، كونفيدنشاليتي، خصوصيه في نقل البيانات عن طريق الانكريبشن، انتجريتي، تكامليه في نقل البيانات عن طريق هاشنج، اوثنتيكيشن، وثوقيه في نقل الداتا، بيتاكد 100% ان الداتا دي مش هتوصل غير الاشخاص الموثوق فيهم بس. طيب هنا الفي بي ان دي عشان اعملها في عندي نوعين، في نوع بيسموه حاجه اسمها سايت تو سايت في بي ان، وحاجه بيسموها ريموت اكسس في بي ان. سايت تو سايت يبقى عندي فرع هنا
في مجموعة يوزر وفرع تاني في مجموعة يوزر، وبحاول اوصل الاتنين يوزر دول ببعض. فانا عندي فرع في اليوزر مثلا، فرع هنا في المنصورة وفرع في اسكندرية، عايز اليوزر اللي موجودين في المنصورة يوصلوا باليوزر اللي موجودين في اسكندرية، وفي كونكشن ما بينهم اصلا، تمام، في اتصال ما بينهم بس عن طريق الانترنت، فعايز اعمل في بي ان كونكشن ما بينهم. فانا عندي ده سايت وده سايت تاني، تمام كده، وعايز افتح ما بين الاتنين دول كونكشن عن طريق الفي بي ان او عن طريق شبكة الانترنت بتاعتي. طب ده سايت تو سايت، يعني الكونفيجريشن هيتم مع الراوترز نفسها. طيب افرض اليوزر عندي قاعد في البيت مثلا، انا روحت البيت دلوقتي وعايز افتح اتصال مع الشركه بتاعتي، او عايز ابعت بيانات دلوقتي احطها على الفايل سيرفر اللي موجود في الشركه اللي انا شغال فيها. طب انا دلوقتي في البيت، تمام كده، ما عنديش الراوتر بتاعي، ما لهوش كونفيجريشن بتاع الفي بي ان. قال لك خلاص ممكن نعمل حاجه اسمها ريموت اكسس في بي ان. انت قاعد في مكان بعيد، موبايل يوزر، تمام كده، فاتح الموبايل بتاعك او من خلال الموبايل او من خلال اللابتوب بتاعك، هعمل لك كونفيجريشن على الراوتر بحيث ان انت لما تيجي تخش عندي اامن لك الاتصال وانت داخل. يعني انت دلوقتي قاعد في البيت بتاعك اهو وعندك انترنت عادي، تقدر بكل سهوله تخش تاكسس الريسورس اللي موجوده عندك في النتورك اللي في الشركه اللي موجوده في البيت، في الشركه، في الريسورس اللي موجوده في الشركه او حاجه. طيب الكلام ده بقى يتعمل ازاي؟ تعال نمشيها واحده واحده. اول حاجه السايت تو سايت. هنا عشان نعمل الكونفيجريشن بتاعت السايت تو سايت في بي ان او ريموت اكسس في بي ان، طب هنعمل الكونفيجريشن على ايه؟ قال لك ممكن نعمل الكونفيجريشن بتاعتنا يا اما على الراوتر نفسه لو الراوتر بتاعنا بيدعم حاجه زي كده، تمام كده، لو معاك اي اس ار راوتر انتجريتد سيرفيس راوتر بيدعم الفي بي ان ممكن نعمل الكونفيجريشن بتاعتنا عليه، او لو معاك فاير وول سواء كان بيكس فاير وول او الاي اس اي فاير وول. يعني كده ممكن نعمل الكونفيجريشن بتاعتنا يا اما على الراوتر لو الراوتر بيدعم الفي بي ان، يا اما على الفاير وول. طبعا احنا في الكورس بتاعنا هناخدها على الراوتر الاول وبعد كده هناخدها على الاي اس اي فاير وول ده، لكن اتفقنا البيكس فاير وول ده كان سوليوشن قديم من سيسكو بقى خلاص، تمام. كان في سوليوشن تاني برضه سيسكو منزلاه، حاجه اسمها سيسكو في بي ان كونسنتريتور، تمام. الجهاز ده جهاز مخصوص للفي بي ان بس، زي ما كده كنا عاملين جهاز مخصوص للسكيورتي او الفاير وول اللي هو الاي اس اي فاير وول، عملوا جهاز مخصوص لمين؟ للفي بي ان، تمام كده، حاجه بيسموها سيسكو في بي ان 3000 سيريز، تمام كده، كونسنتريتور. فانت ممكن تعمل الكونفيجر بتاعتك سواء على الراوتر او على الفاير وول او على الديفايس ده، تمام. نشوف اول نوع معانا سايت تو سايت في بي ان. لو انا عندي تو سايت، عندي فرعين بعاد عن بعض وعايز اخليهم يوصلوا ببعض بس من خلال شبكه مين؟ الانترنت. عشان نقدر نعمل حاجه زي كده الاتصال بتاعك بيتم ما بين الراوترين او ما بين الجهازين دول عن طريق خمس خطوات بتوعك. اول خطوه جهاز ايه بيبعت ترافيك للجهاز بي. اول ما الجهاز، اول ما الراوتر ده يشوف الترافيك ده بيسميه حاجه اسمها انترستنج ترافيك. ده الترافيك ده راح للجهاز بي، ده مش طالع انترنت، يبقى انا المفروض افتح في بي ان كونكشن بين ار 1 وار 2. عشان يفتح في بي ان كونكشن في اربع خطوات هيعملها. الخطوه الاولى حاجه اسمها ايك فيز 1، لازم يبتدي كده يتفق هو والراوتر التاني على شويه بارامتر كده لتامين عمليه الاتصال، بيتفقوا على حاجه اسمها سكيورتي اسوسيشن. سكيورتي اسوسيشن ده بعض لسته كده من البروتوكولز اللي هنشتغل بيها عشان اضمن لك بقى الكونفيدنشاليتي، اشفر بايه، اضمن لك الانتجريتي، اعمل هاشنج بايه، اضمن لك الاوثنتيكيشن، ازاي هتاكد من شخصيتك. فهنا بيتفقوا مع بعض هنشتغل مع بعض ازاي، نامن الاتصال ازاي. اول ما ايك فيز 1 دي بتخلص، ايك دي اختصار كلمه انترنت كي اكستشينج، تمام كده، اول ما فيز 1 بيخلص بيفتح بعد كده فيز 2، تمام كده، يبتدي يعمل نيجوشيت بقى للاي بي سكيورتي بروتوكول، للبروتوكولز اللي هتشتغل بقى عشان نامن الترافيك بتاع اليوزر نفسه. يعني فوق انت كنت بتامن طريقه الاتصال، بتامن فتحه الاتصال ما بين الراوترين، في الفيز 2 انت بتامن الترافيك بتاع اليوزر نفسه، تمام كده. بعد كده بيبتدي تبعت الداتا بتاعتك عادي، انت بتفتح كده اي بي سي تانل ما بين الراوتر وار 1 كده، الفي بي ان كونكشن اتفتحت، تبتدي تبعت الداتا اللي موجوده معاك. بعد ما تخلص بتعمل ترمينيت للفي بي ان دي. طبعا انت ممكن تسيب الفي بي ان كونكشن دي مفتوحه لمده ساعه، لمده ساعتين، لمده 24 ساعه، انت اللي بتحدد الوقت الحياه بتاعها او اللايف تايم بتاعها هتعيش مده قد ايه، التانل اللي انت هتفتحها ما بين ار 1 وار 2. طيب ده كده بالنسبه للسايت سايت في بي ان، ده كده بالنسبه للكونفيجريشن بتاعتها. هنشوف احنا بقى ايه حته ايك فيز 1 دي بيعمل نيجوشيت للبوليسي، هي حاجه اسمها الديس والام دي 5 والبريشر دي كي، تمام كده، والديفي هيلمان جروب واللايف تايم، دي اللي هي حاجات اللي هيتفقوا عليها عشان يامنوا فتح الاتصال ما بين مين؟ ما بين ار 1 وار 2. بعد ما بيخلصوا النيجوشيت ده بيخشوا على ايك فيز 2 عشان يامنوا الترافيك بتاع اليوزر نفسه. نشوف الكلام ده عملي. بسم الله. ده اللاب بتاعنا اهو يا شباب. هنا معانا تو سايت اهو، ادي ار 1 وادي ار 2، ادي الراوتر الاولاني والراوتر التاني، وليكن هفترض ده الفرع الاولاني بتاعي،
ده فرع موجود مثلا في اسكندرية، وده فرع تاني مثلا موجود في المنصورة، ده فرع وده فرع. الفرع الأولاني ده موجود عندي هنا في المنصورة، والفرع التاني ده موجود وليكن في أليكس. وعايز أوصل التو سايد دول ببعض، عايز الجهاز اكس بي واحد ده يشوف الجهاز اكس بي اتنين، نبعت بيانات لبعض، مع ان ده واخد برايفت اي بي وده واخد برايفت اي بي، والاتنين بس طلعنا انترنت وخلاص. فدي الشبكة اللي عايزين نعملها ان شاء الله. طيب بس عشان نعمل حركة زي كده في خطوات لازم نعملها. اللاب اللي هنمشي عليه اهوت، اول حاجة الانفراستراكشر. اللاب اللي انا عامله ده رسمة فقط، انا راسم بس. طبعا الكلاود دي ده عبارة عن راوتر بس انا مغير الرمز بتاعه، اللي فوق ده عبارة عن جهاز بس انا مغير برضو الرمز بتاعه، تمام. فده عبارة عن رسمة بسيطة جدا، رسمة انا برسمها على الجي ان اس، معلهاش اي كونفيجر، يعني انا مش عامل اي كونفيجريشن. لو فتحت الراوتر هتلاقيه فاضي، تمام كده معلوش اي كونفيجر. فمحتاجين بقى نظبط الحاجات دي عليه الاول. اول حاجة هنعملها كونفيجريشن للاي بي ادرس، هندي اي بي ادرس للانترفيسز بتاعتنا عشان يبتدي يشتغل معانا. نفعل الجي يو اي، هنشتغل بقى جي يو اي عشان نتعود على برنامج سي سي بي شوية، سيسكو كونفيجريشن بروفيشنال. بعد كده كونفيجر الراوتنج، نعمل ديفولت روت بقى من ار واحد عشان نرمي على الاي سي بي نطلع نت. كونفيجر للنت، نحول البرايفت اي بي ده للبابليك اي بي بحيث نقدر نعمل نت، يعني ممكن نتاكد ان احنا واصلين. بعد كده تيست انترنت، نتاكد كده الاكس بي واحد فعلا قادر يطلع على الانترنت عن طريق اللي هو يقدر يعمل بنج على الجهاز اللي اسمه الياهو اللي فوق ده، ونفس الكلام في الفرع التاني. فده كده البنيه التحتيه اصلا في بي ان. يعني انت الاول لازم التو سايت قبل ما يبتدي يعملهم في بي ان كونكشن تتاكد ان الفرعين اصلا طالعين نت في الاول، تمام. فده اللي احنا عايزين نعمله. بعد ما نخلص ده نعمل بقى الكونفيجريشن بتاعت مين؟ السايت تو سايت في بي ان. تعالى بس خلينا نبتدي الكلام ده في فيديو تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.